بسم الله الرحمن الرحيم. من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم أن يحرص على نشر العلم في كل مناسبة. واعلم يا أخي أن الناس في حاجة إلى العلم. لا تقل الناس عندهم علم، فإن الناس قد يغفلون وقد ينسون، وقد يكون لتذكير شخص من الناس أثر في قلوبهم أكثر من غيره. ألم تعلم أن المؤمنين جميعا يقرؤون قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل الناس يقرؤونه، ومع ذلك كانوا في المسجد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنه سوف يفيق ويقطع أيدي رجال وأرجلهم من خلال. هكذا يقول عمر. هل عمر ما قرأ الآية؟ الجواب: بل قرأها، كل الناس قرأوها، حتى أتى أبو بكر فصعد المنبر فقرأها، فعلم الناس أنه الحق، حتى كأنها ما أنزلت إلا تلك الليلة. إذن يا أخي لا تقول الذين حولي كلهم طلبة علم، لا، أنشر العلم. قد يكون هناك غفلة، وقد تبين للناس ما ليس عندهم، وهذا أمر معلوم. نشر العلم واجب إذا دعت الحاجة إليه، وكان الناس يسألون عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. أما لسان المقال فأن يأتي إليك إنسان فيسألك عن مسألة في دين الله، وأما لسان الحال فأن ترى الناس مخالفين لشيء من أمور الدين فإنهم في حاجة إلى أن ينبهوا على هذه المخالفة حتى يستقيموا على دين الله.